الأبي وردي. أبو المظفر محمد بن أبي العباس الأبي وردي كاتب وشاعر وأديب، عاش في القرن الخامس الهجري. كان في خدمة الوزير السلجوقي مؤيد الدولة عبيد الله بن نظام الملك، ولما اجتاح الصليبيون فلسطين واستولوا على مدينة القدس كتب أبو المظفر الأبي وردي قصيدته الحماسية المشهورة: مزجنا دماء بالدموع السواجم، فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يفيضه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. وكيف تنام العين ملء جفونها على هبوات أيقظت كل نائم، وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم. تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم. وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم. سللن بأيدي المشركين قواضبا ستغمد منهم في الطلا والجماجم، يكاد لهن المستجن بطيبة ينادي بأعلى الصوت: يا آل هاشم، أرى أمتي لا يشرعون إلى العدا رماحهم، والدين واه الدعائم. يجتنبون النار خوفا من الردى، ولا يحسبون العار ضربة لازم. دعوناكم والحرب ترنو ملحة إلينا بألحاظ النسور القشاعم، تراقب فينا غارة عربية تطيل عليها الروم عض الأباهم. فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا إلى أعدائنا بالحرائم.